رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن الحالة النفسية اللي من الأسباب المهمة جدا من نجاح أي دايت، وبتكون سبب رئيسي في زيادة الوزن وعدم فقدانه بسهولة، والعكس، بمعنى أنه كمان زيادة الوزن بيأثر على الحالة النفسية، فهي علاقة عكسية. طب ايه العوامل اللي بتأثر على الحالة النفسية للمريض وازاي نتجنبها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي النهارده دكتور مي عبد اللطيف، اخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي، وحشتينا. وانتوا كمان وحشتيني جدا. دكتور، عايزين نبتدي من الحالة النفسية للمريض، بداية من انه لو انا عندي حالة نفسية سيئة قد ايه ده بيأثر في الحرق بتاعي وانتظامي على الدايت؟ طبعا الحاله النفسيه السيئه كلنا اللي بنتعرض لها اللي بتيجي لنا فترات كده، بنبقى بقى مضغوطين في الشغل، في البيت، في اي حاجه، فتلاقي الفتره دي دايما انا بطلع الطاقه السلبيه او الحاله النفسيه ان انا طول الوقت باكل، وكمان للاسف ان انا ببقى عايزه اكل كل الحاجات اللي هي مش هيلثي، حاجات بقى نشويات، الحلويات، كل الحاجات اللي انا ببقى فاكره ان دي هتطلعني من المود، بس للاسف هي بتخليني، يعني ممكن تبقى سعاده وقتيه تخليني وانا باكل الاكل انا مبسوطه، بس بعديها بقى بكتئب اكتر، لان بلاقي ان انا اصلا اوريدي حالتي وحشه، وكمان بدات اتخن بسبب الاكل ده. فطبعا انا عندي لما بتبقى حالتي نفسيه وحشه، في هرمون في جسمي بيتفرز اسمه هرمون الكورتيزول. الهرمون ده بيطلع من الجسم اول ما ببقى متضايقه او تحت ستريس وانا مش واخده بالي، فالهرمون ده بيخلي كل الخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسمي تبدا تفتح. فمن اول او من اقل اكل انا اكلتها تبدا تتخزن دهون بطريقه يعني بسهوله جدا. ومره مع مره بقى طول ما انا تحت الضغط، الهرمون ده برده بيزود بقى يعني نسبه تحفيز او تخزين الدهون في الخلايا الدهنيه، فمع الوقت بلاقي نفسي ان انا في وقت قليل جدا وزني بقى ضعف الوزن اللي انا كنت عليه، بسبب طبعا ان انا متضايقه ونفسيتي ومش عارفه اعمل كنترول على الاكل اللي انا باكله. طيب لو جالك حاله عندها حاله نفسيه وزعلانه وعايزه تخس في نفس الوقت، بتتعاملي معاها ازاي؟ احنا عندنا في شركه اون تارجت فارما يعني بنحب ان احنا نهيئ الناس الاول، مش عايزين ان احنا فكره دكتور وبيشنت عندي خلاص ادي الدايت بلان بتاعك، ادي الكورس بتاعك عشان نخس، لا، احنا بنحب ان احنا نهيئهم نفسيا الاول، يعني بننشئ علاقه صداقه كده، بنعرف ايه الاسباب اصلا، يعني مثلا ايه اللي خلتها ان هي متضايقه او ان هي مضغوطه، بنحاول ان احنا اهم حاجه معنويا ونفسيا نبقى معاها ونكون سبورت ليها جدا عشان نخليها تطلع من حاله الاكتئاب اللي هي موجوده فيها. وطبعا بنقوم مرشحين لها كورس من شركه اون تارجت فارما عشان يساعدها تخس، لان هي برده لما تلاقي نفسها بدات تخس بسرعه في وقت قليل هتبدا تحس ان نفسيتها او تطلع من مود الاكتئاب ده. واحنا بالفعل كان عندنا في شركه اون تارجت فارما ناس جالهم، يعني هم دخلوا فعليا في حاله اكتئاب شديد جدا، وطبعا بقى كل الاكتئاب بناكل، الوزن زاد جدا. يعني اشهر حالتين عندنا في الشركه بنحب دايما نتكلم عنهم، في عندنا بنوته هيعرضوا اكيد صور دلوقتي بيفور اند افتر، كانت عندها وزنها 107، هي بنوته صغيره وكل ما تمشي في الشارع للاسف اتعرضت للتنمر، بقى كل الناس بيتريقوا عليها يدوها سن اكبر من سنها مع انها في العشرينات، يعني هي صغيره جدا. بدات بقى تدخل في الاكتئاب واحده بواحده، تبدا ان هي عايزه تاكل اكتر، كان نفسها في مره قالت تطلع من مود الاكتئاب، خرجت مع اصحابها كده في رحله بسيطه عايزه تركب بقى خيل، للاسف بقى الراجل بقى صاحب الخيل هو اللي اتعرض، يعني عرض معاها للتنمر واتريق عليها، فطبعا هي خارجه خروجه تفرفش ورجعت مكتئبه اكتر، ودخلت بقى في حاله اكتئاب شديد وما بقتش تطلع من البيت اصلا ولا تخرج ولا عايزه حد، حتى اخواتها عيلتها مش عايزه حد يشوفها خالص، لحد ما شافت الاعلان لينا على الفيسبوك اون تارجت فارما بنتكلم عن كورس الاناسيليا من التخسيس، فقالت تبعت لنا وتشوف، احنا طبعا يعني اونلاين، فبدات تبعت لنا وتواصلت مع الفريق الطبي، بدانا ان احنا نتكمل معاها ونعرف ايه بقى الاسباب اللي ادت السمنه، ايه سبب الاكتئاب اصلا، رشحنا لها الكورس وبدانا نتكلم معاها، وزي ما قلت ان احنا بننشئ كده علاقه صداقه كده بينا. ده مهم قوي فعلا. اهم حاجه احنا مش عايزين فكره دكتور وبيشنت وخدي الكورس كذا الجرعات كذا، لا خالص، احنا بنمشي معاها اليوم بيومه، نعرف بتاكل ايه، عايزين نعرف هي يومها عباره عن ايه. وفعلا اول شهر هي كانت 107،
125 بقت 55 تقريبا، خست في 3 شهور 70 كيلو. فطبعا ده يعني كأني بني آدم تاني خالص، يعني كانوا 2 يعني. فخست وبقت مبسوطة جدا وطلعت من حالة الاكتئاب، وهي لسه لحد دلوقتي على الرغم ان احنا خلاص ثبتنا، بس هي ماشية معانا ان هي يعني المرحلة هي خلاص عجبها اللايف ستايل بتاعتها، عجبها الكورس ان هو مديها احساس الامتلاء، مديها بيديها الباور، بيديها فيتامين سي، بيديها كل الحاجات اللي جسمها محتاجاها. فهي بقت مبسوطة جدا الحمد لله. معانا صور هنعرضها دلوقتي، صورة الحالة هي دي مريم من 125 كيلو ل 55. فيعني 70 كيلو في اقل من 3 شهور، فطبعا ده يعني رقم حلو جدا، والحمد لله خرجت من حاله الاكتئاب. سنها يعني لا دي في العشرينات. يعني بصي كانوا بيقولوا لها طنط في الشارع، فده اللي خلاها يعني كان طبعا للاسف السمنه بتكبر الشكل جدا. دي كانت حاله من الحالات اللي احنا فعلا بنحبها معانا عندنا في الشركه، ودايما بنبقى فخورين بيها ان هي قدرت ما شاء الله في الوقت ده قدرت تطلع من الاكتئاب، وقدرت تخس، وقدرت تحافظ بقى على النتيجة اللي وصلت لها. طب في حالة تانية كمان معانا ممكن نشوفها. قولينا الحالة دي. دي بقى مدام أميرة، كانت 107 بقت 77. زي اي بنت هي عندها 26 سنه، فتره بقى قبل الجواز عايزه تخس. فتحنا النت بقى دايت الانقاذ السريع، دايت اليومين ثلاثه عشان عايزه تخس قبل الفرح والفستان والكلام ده. هي مع نفسها اكيد اللي عملت كده. بعدين بعد الفرح بشهر ربنا كرمها وبقت حامل، طبعا وزنها زاد اضعاف. ولدت، جالها بقى اكتئاب بقى بعد الحمل، بكل معظم الستات بتتعرض للاكتئاب بقى، الستريس كمان بيزود اكتر، فما بقتش عارفه ان هي تخس ازاي. تابعت مع دكتور من بره تغذيه، قعدت تقريبا 7 شهور، وفي 7 شهور دي ما خستش غير 5 أو 6 كيلو تقريبا. ففي الوقت ده يعني جالها احباط اكتر واكتئبت اكتر، لان قعدت فتره كبيره بتمنع الاكل بقى الحرمان عشان تقدر تخس، وما خستش غير ال5-6 كيلو دول. لحد برده ما على الفيسبوك لقيت لينا اعلان، دخلت ملت الاستمارة الاونلاين، وبدأنا بتبقى فيه شوية أسئلة، الوزن، الطول، الحاجات دي كلها، وتواصلنا معاها وبعتنا لها برضو الكورس المناسب، لأن هي كانت في فترة الرضاعة. وطبعا هنا من 107 بقت 77، أول شهر خست 13 كيلو تاني شهر خست 10 كيلو، لحد ما تقريبا خست أكتر من 30 كيلو ووصلت للوزن المثالي. طب أنا عايز أسألك يا دكتور، الحالة النفسية والاكتئاب بسبب السمنة وكل الكلام ده، وفي ناس بقى بتاخد أدوية مضادة للاكتئاب، عايزاكي تكلميني عن أضرار أدوية الاكتئاب واللي أعرفه إن هي بتزود الوزن. أكيد مزبوط؟ جدا طبعا الأدوية دي، وفي أدوية كتير برضو بتسبب زيادة الوزن وإحنا مش عارفين، أدوية الكورتيزون، الإنسولين، في أدوية ضغط برضو بتسبب زيادة الوزن. أدوية الاكتئاب دي طبعا يعني إحنا ما بنحبش إن إحنا يعني حد الجألة. إلا بقى لو دكتور بقى الحالة خلاص هو اللي وصفها، يبقى هو الدكتور أكيد هو اللي عارف الحالة. بس مش حلو إن إحنا لما نكتئب نلجأ لأدوية تعالج الاكتئاب. أنا ممكن أعمل أكتيفيتيز بسيطة، لو أنا مثلا بعاني من السمنة أحاول إن أنا أعالج مشكلة السمنة، اعمل حاجه انا حباها في مدار اليوم، يعني اكتسب ثقافه جديده عشان ابدا اطلع من حاله الاكتئاب، بدل من ان انا الحاجات دي كلها كيميكلز طبعا بتلعب على الاعصاب والمخ، فعلى اللونج تيرم ما بتبقاش يعني احسن حاجه. فطبعا مش حلو ان احنا نستخدمها، ولو وقفتها لازم برضو الدكتور اللي كتب لها هو اللي يقول لها توقف الادويه دي، ما ينفعش يعني امنحها مره واحده. ما ينفعش ادويه الاكتئاب فعلا. دكتور لو في حد عايز يتواصل معاكوا علشان يبتدي بقى، عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه، مكالمات وواتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام برضو اون تارجت فارما. فهيلاقونا، بيخشوا يلاقوا استماره اونلاين، بنبدا بقى نسالهم شويه اسئله، الوزن، الطول، هل مثلا في امراض مزمنه، خدوا ادويه دايت قبل كده، بيعملوا دايت. لازم نعرف ان احنا بنهتم قبل ما هم يخسوا، لازم اهم حاجه طبعا الصحه، لازم نخلي بالنا من صحتهم، لازم نحافظ على الفيتامينات ونحافظ على الكتله العضليه اللي في جسمهم. ما ينفعش ان انا اعمله دايت بلان على طول، كل حاله عندي ليها النظام الغذائي. يعني مثلا زي ما شفنا من شويه كانت اميره طبعا كانت في فتره الرضاعه، فعملنا لها نظام غذائي مخصص لفتره الرضاعه، ان ما ينفعش امنع عنها الاكل. وكمان ليها الناس اللي مثلا لو سيده في فتره الرضاعه ليها كورس من كورس الانستيليوم، كورس مخصص ليها، عشان طبعا يعني بنبقى حريصين جدا في فتره الرضاعه دي بالذات، ليها كورس معين زي بندي الياف الانستيليوم مثلا، دي بتبقى حاجه طبيعيه.
عبارة عن ألياف نفس اللي بتبقى موجودة في الخضار والفاكهة. احنا دايما لما بنجوع بيقولك ايه، كل خيارة كل تفاحة كل خاصة الحاجات اللي هي بتملى البطن ألياف. بس طبعا كورس الأناسيليا من الألياف دي طبعا نسبة الألياف اللي فيها من 15 ل 20 الضعف، فطبعا بتحسسني بالشبع من 8 ل 10 ساعات. فهي دي فكرتها، كلها حاجات طبيعية فيها فيتامين سي، وده طبعا بيبقى احنا بننصح بيه جدا عشان الفترة دي بتنقوي المناعة، بيزود إنتاج الكولاجين في جسمنا. تلاقي بقى مثلا يعني هنا ما شاء الله في حالات خست 70 وحاجه و30، فتلاقي بشرتها مش باين عليها اصلا، يعني انت عمرك ما تتخيلي ان الشخص ده بقى ده. عشان الكولاجين بيزود من الفيتامين سي، بيزود انتاج الكولاجين، بيحافظ على البشره تبقى مشدوده وجلوي كده، بيمنع الترهلات، وهو ده اللي موجود عندنا في كورس الاناسيليوم، ان احنا بنخس يعني كميه دهون كتيره جدا في وقت قياسي، وفي نفس الوقت بحافظ على شكل الجسم، بحافظ على صحتي، بقلل الشهيه. احنا عندنا دايما في الكورس انه الالياف ديت بتتحكم في الكميه، طول ما انا يعني انا ممكن اكل كل حاجه براحتي جدا، بس ده بقى كمية. اللي بيعمله الكورس، يعني الكورس هنا بيعالج الشهيه المفتوحه، أكيد بيحسس بالشبع، بيتحكم في الكميه. طب كلمينا كده عن مكونات الكورس كده سريعا. ماشي تمام. احنا قلنا اول حاجه الالياف، طبعا زي ما قلنا دي بتحسس بالشبع وبتخليني اتحكم في الكميه بتاعتي. كنت باكل طبق رز بقيت اكل النص، بيقلل لي الكميه عشان ابدا اعود المعده، ان هي طبعا حالات السمنه المعده عندي بتبقى اتمددت وكبرت، فانا لازم ارجع الحجم المعده للحجم الطبيعي بتاعها، اللي هو الحجم انه ما تبقاش تاكل كتير. فدي وظيفه الياف الأناسيليوم. عندنا مثلا السلاك، السلاك دي من المنتجات الهائله جدا، وان احنا الحمد لله شركه اون تارجت فارما بتتميز بالسلاك، لان الفورمولا بتاعته مش موجوده في اي منتج تاني. هو عباره عن ايه؟ عباره عن كافيين، طبعا ده بيزود الحرق. الكارنتين، الكارنتين ده هائل جدا، ان هو بيزود بيحرق الدهون الثلاثيه، الدهون المتخزنه جوه الجسم، بيبدا يخلي الخلايا الدهنيه اللي قافله على الدهون تبدا تفتح عشان نطلع الدهون منها وتديني بقى طاقه، ونبدا نعمل زي ريشيبينج، بنعمل شكل للجسم، ما نخليش مثلا دهون تبقى متراكمه في حته وحته، لا لا، احنا فعلا بنرسم شكل الجسم عشان يبقى شكل متناسق وبيمنع الترهلات. فالسلاك ده بيبقى حلو قوي، بيزود احساس الشبع، بيحرق الدهون بطريقه هايله جدا. والكافيين طبعا الناس بقى اللي بيبقى في ممكن عندها نقص فيتامينز او انيميا بننصح بيه، عشان بيديها بقى الباور، بيخليها نشيطه، ما تحسش بالوخم اللي بيبقى موجود. ايه النصايح اللي ممكن تقوليها للناس اللي بتتفرج، اللي بيمروا مثلا بازمات نفسيه، ازاي يتجنبوا زياده وزنهم؟ اول حاجه ان احنا طبعا لازم ساعتها يعني بيتواصلوا معانا عشان نقدر نحدد لهم الكورس المخصص للناس اللي عندها اكتئاب، عشان نقدر نخس بسرعه عشان هم يلاقوا نتيجه، لان لما الواحد دايما بيبدا حاجه ويلاقي نتيجه بيبدا يتبسط، بيغير مود شويه. فلازم ان احنا نروح للدكتور الصح، نروح للتشخيص الصح. في ناس ممكن تحاول تخس وفي الاخر ما تكملش، لان هي فاهمه الدايت غلط. فلازم اهم حاجه تروح للمكان الصح، تبدا تبعت لنا على الفيسبوك عشان نبدا نحدد الكورس. يبداوا يعملوا اكتيفيتيز في يومها، تشوف هي بتحب ايه مثلا، وتبدا تنمي مثلا عندها موهبه، عندها مهاره، تبدا تعملها في مدار اليوم، تنزل تتمشى. المشي نص ساعه او ساعه في اليوم ده هايل جدا، لان بيحفز هرمون عندنا، هرمون السيروتونين، ده هرمون السعاده. فبرضو دي من الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا تبقى الاكتيفيتيز موجوده في اليوم عشان نطلع من الاكتئاب بتاعنا. في اكلات مخصصه للناس برضو اللي بتحاول بيبقى عندها الاكتئاب، نبدا ناكل مكسرات، الموز، الديك الرومي، كل دي حاجات فيها ماده اسمها تريبتوفان. دي اول ما باكلها بتنزل في جسمي وبتتحول لهرمون اسمه السيروتونين، ده مسؤول عن سعادتي. فلما باكل الاكلات دي الهرمون السعاده عندي بيطلع. الهرمون ده ما فيش ناخده كده ابك هرمون السعاده ده عايزينه هناكله عشان نزود الهرمون ده في جسمنا ونبقى مبسوطين. ففي حاجات كتير قوي نقدر نعملها، ننزل الشغل، نبدا بقى. مش معنى ان انا عندي زياده وزن اقفل على نفسي الاوضه وخلاص ما اشوفش حد وانا كده اكتئبت، لا طبعا، اطلع واشوف ايه الحاجه اللي مضايقاني وابدا عليها. يعني انا خلاص مجرد انا عرفت عندي مشكله سن، ابدا بقى اشتغل على نفسي عشان اطلع من الحاله دي. بالظبط. طيب لو عايزين نتكلم عن الوزن المثالي اللي انزله كل يعني ايه اللي يعتبر وزن مثالي في النزول؟ لان في ناس تنزل كيلوهات كتير قوي في وقت قليل جدا، وده بيأثر عليهم على صحتهم. أكيد. وعلى شعرهم وكل حاجه. ايه الوزن المثالي للخسس؟ هو مفيش حاجه اسمها وزن مثالي، هو في نسبه الدهون قد ايه. انا الدهون دي يعني زي ما حضرتك قلتي مثلا مأثر على شعرها او شكلها، لان كده خسيت اكيد عضلات، ان
العضلات دي هي اللي بتزود مناعتي، هي تكوين جسمي كله، بتزود حرق جدا كمان. فانا طول ما انا يعني بخس دهون انا عمري ما هعاني من اي مشكله ولا تساقط شعر ولا شحوب في البشره ولا اي حاجه. الوزن المثالي المفروض لو انا مثلا وكمان برضو لو حد عنده امراض مزمنه ده بيأثر على نزول الوزن. فلو انا مثلا عندي مثلا امراض، مثلا حد ما عندوش مشكله او امراض ولا ضغط ولا سكر، يعني مثلا شباب او كده، ممكن النورمال رينج بتاعهم يبقى من 2 ل 3 كيلو في الاسبوع مع كورس الاناسيليم. في ناس يعني انا في حاله عندي بنوته كانت في ثانويه عامه وزنها كان زايد قوي، وبرده ده مأثر عليها بقى مع المذاكره مع الضغط مع الحاجات دي كلها. رشحت لها الكورس المكثف من كورس الاناسيليم، وما شاء الله في اسبوع خست 7 كيلو. هي لسه مكمله معايا يعني، بس يعني ده ما يخوفش جداً. لا طبعا، لان احنا بننزل ايه، انا بنزل دهون ولا عضلات؟ لو دهون وعضلات انا كده ماشيه في اتجاه غلط طبعا. دهون انا تمام، مفيش اي مشكله طول ما انا الكورس بتاعي فيه الفيتامينز اللي الجسم محتاجها، فيه المعادن اللي انا محتاجاها، فيه نسبه الكافيين، فيه الحرق عندي عالي، انا مش هخاف من حاجه. ان انا كده صحتي عاليه، زودت بس احساس الشبع، زودت الحرق في الجسم، فكده لو انا خسيت 7 كيلو 8 كيلو في اسبوع دي ما فيهاش اي مشكله تمام. طبعا ايه زياده نسبه السمنه عند الولاد الصغيرين؟ يعني بتقولي دي في ثانويه عامه وقبلها كانت بنوته صغيره. تحسي نسبه السمنه كل مع كل الاجيال الجديده تحسي النسبه فعلا عاليه جدا. ايه السبب؟ وابتدي امتى اتابع ابني هيتعرض لسمنه ولا لا؟ من سن كام ابتدي اتابع وزنه؟ اتابع وزن ابني من اول مثلا من يعني من فتره الرضاعه، من وهو لسه بيبي صغير، لان الرضاعه في امهات مثلا كل ما تلاقي البيبي بيعيط فتقوم مرضعاه على طول، وده غلط. لان حتى دكاتره الاطفال بينصحوا في اوقات معينه، في عدد ساعات مثلا البيبي كل ساعتين او ثلاثه لازم اديله بريك، لو عيط فيهم ما ينفعش اديله. ففي اطفال اصلا ممكن يبقى عندهم 4 شهور و6 شهور وتلاقي عندهم سمنه، لان انا بديله مع ان هو لبن بس انا بديله كميه زياده عن احتياجه، سعرات زياده. فدي كلها كل ما جسمي يلاقي سعرات كتيره هيبدا يخزنها على شكل دهون. فانا لازم اراقب ابني او بنتي من اول ما هم خلاص بداوا يدخل لهم لبن او يبدا بدخل لهم الاكل والحاجات دي كلها. لازم اخلي بالي من الكميات، اخلي بالي من التنوع، اديهم ثقافه ان انا في اكل عندي اكل في البيت. السبب الزياده دي بقى طبعا ان خلاص الاطفال كلها مثلا يخلصوا الدروس يخرجوا بره ياكلوا من بره، ممكن الطفل يقعد طول اليوم بره قاعد بقى بياكل مع اصحابه، كل الحاجات دي كلها بتاثر. الاكل اللي في البيت ده بقى نادر قوي، يعني ممكن الويك اند يقعد بقى مع مامته وباباه ويبداوا ياكلوا او كده. فطبعا الاكل من بره دي حاجه يعني ثقافه جديده انتشرت علينا، عشان كده بدانا نلاقي اطفال كتير بقى عندهم سمنه وزياده في الوزن كتير. دكتور كمان عايزين نفكر الناس تاني لو حابين يتواصلوا معاكم ويطلبوا الكويس عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه، مكالمات وواتساب والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك هي معانا على الشاشه ايوه، ودي الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما، وبيقدروا يبعتوا لنا بيلاقوا بقى استماره اونلاين. وبنبدا بقى، ودكتور نهال حافظ برده على الانستجرام بيبعتوا لنا على اي بيج منهم، والفريق الطبي المختص هيبدا يتواصل معاهم. زي ما قلنا في استماره اونلاين، بنبدا نسالهم اسئله، عايزين نعرف الوزن الطول، في ادويه، في امراض مزمنه، عشان نقدر نحدد لهم كورس الاناسيليم الكورس المناسب ليهم، عشان اهم حاجه نحافظ على صحتهم ونحافظ كمان على شكلهم ونخس في شكل يعني في وقت قياسي بالزبط. ونخس بشكل صحي، دي اهم حاجه عندنا. طيب عايزينك كده في اخر الفقره ندي امل لكل الناس اللي بتشوفنا ونقول لهم يا جماعه تقدروا تخسوا في الشتاء. يا جماعه الحرق كويس في الشتاء؟ قولي لنا بقى قصه ان الحرق في الشتاء ده ممتاز جدا، لان انا جسمي طول الوقت عايز يحافظ على درجه الحراره بتاعته اللي هي 37 وسط الجو بيبقى برد، فطول الوقت هو بيستخدم الدهون الداخليه عشان يبدا يحرق منها عشان يديني الطاقه. فانا لازم احاول اعمل كنترول بقى على الاكل بتاعي، ما ادخلش سعرات كتير، ولازم ان انا استغل فتره الشتاء اللي هم يعني شهرين ثلاثه مش كتير، بس فعلا في ناس بتعمل انجازات ويعني بيبقى بالنسبه لهم الشهرين دول احسن من الصيف كله بالخمس ست شهور الصيف ما بيقدروش يخسوا. لان في الشتاء زي ما قلنا جسمي بيديني فرصه ان هو بيبدا هو نفسه اللي بيحرق من الدهون الداخليه. فبلاش انا بقى ادخله دهون من بره او اكل سعرات من بره، مع ان احنا طبعا لو احنا استخدمنا الكورس الصح بدانا نظبط الجرعات، بدانا من دلوقتي هنلاقي ان احنا في الشتاء خسينا كميه كيلوهات دهون كتيره جدا في وقت قليل قوي. دي معلومه بالنسبه لي ما كنتش عارفاها، انا دايما كنت ببقى عارفه ان الشتاء ده فرصه ان احنا ناكل حاجات وكده. طب اكلات
اكلات شتويه لذيذه ما تخنش. اكلات شتويه لذيذه ما تخلش. حمص الشام حلو قوي ده حبيبي، حلو جدا. العدس، شوربه العدس جميله جدا بتدفينا كلنا. السحلب برضو، في ناس بتبقى فاكره ان السحلب في سحلب بيتعمل صح، برافو عليكي، في سحلب بيتعمل بطريقه صحيه شويه. وممكن بقى يعني احنا نبعد السكر الابيض، احنا اهم حاجه نبعد السكر ونستخدم بقى سكر البدايل بقى، السكر الدايت عندنا سكر ساسل برضو ده نقدر نحل بيه، بنقلل السعرات بتاعتنا، فاحنا كده نقدر نشرب اللي احنا عايزينه يعني من غير ما ندخل سعرات زياده. دكتور للاسف الشديد فقرتنا خلصت وحلقتنا خلصت النهارده، نورتينا وان شاء الله تبقي موجوده معانا في حلقات تانية. خلصت حلقتنا النهارده وخلصت حلقات الاسبوع ده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاحد الجاي. مع السلامه.